عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ يا جماعه الاستغمايه يا جدعان، الاستغمايه. بص يا معايا دي ريمبو بس عشان الناس تبقى عارفه، بس احنا النهارده مش هنلعب ريمبو، النهارده هنلعب الاستغمايه. ريمبو نزلت مود جديد كده اسمه دكتورز كيرس. خلينا اشرح لكم المود دوت على السريع كده. المود دوت عباره عن ايه يا معلم؟ الناس بتستخبى والناس بتدور عليهم، بس استغمايه. بس الموضوع هنا مختلف شويه. لو انت اتاكر او انت اللي هتدور على الناس، ليك ثلاث شخصيات تختار ما بينهم. فعندك واحد معاه جهاز كده يقدر يشوف بيه نبضات الناس، لا اما الثاني بيقدر يشوف الموفمنت بتاعتهم لو اي حد اتحرك ولا اي حاجه، والثاني بيقدر يشوف خطوات رجليهم. فانت دولت التلاتة اللي انت بتهانت بيهم. الناس بقى اللي بتستخبى دول بقى لطاف جدا، دول بيبقى ليهم ترابات، الترابات دي ممكن تموتك انت كاتاكر. الحاجه التانيه ليك تلات حاجات كده ممكن بتستخدمهم، اللي هي بتختفي وبتجري، وبعدين بتجري بجريه سريعه جدا يعني وانت مختفي، فالموضوع بيبقى لطيف جدا. بس دي ليك تلات مرات بس ان انت تستخدمها عشان الموضوع ما يبقاش فيه سبام. فجاه تلاقي نفسك بقى راكب ميكروباص وعمال بتلف في المابا ونقعد ندور على يعني الموضوع كده عشان ما يبقاش فيه قلش. يعني مده الجيم تقريبا دقيقه ونص او دقيقتين. انا لسه انا جربت جيم واحد بس، يا دوبك خدت معلومات عامه كده عشان اعرف اوصلها لكم. فانا هخش هكتشف معاكم برضك ايه اللي هيحصل. هيا بينا عشان انا متحمس جدا وربنا يستر. ايه يا عم الجو ده؟ لا ريمبو بقى بصراحه بقى، بصوا يا جماعه خليني بقى اشكركم بقى يا جماعه عشان هذا المود لطيف جدا. هو احسن حد يروش معاك في الليله دي كلها هذا الشخص اللي هو بالص، او هو هنا مسمينه ستاكر. مود ما فيهوش اسلحه ولا اي حاجه من دي، هي المسلحه اللي معاك هي دوبك المطرقه اللطيفه ديت. يعني what will it be enough to save them from the horrors of the castle. انا ما سمعتش الراجل كان بيقول ايه، ما ركزتش. بص بقى يا ريس، طلع الديفايس بتاعك. فين المشكله ان هما ايه ما بياخدوش شكل يا جدعان، عشان بس تبقى الناس عارفه. هايد اند سيك بس ما بياخدوش شكل اهو. هاي لا اله الا الله. لا ولا تراب يا ايه ده؟ ايه ده فيه؟ فاضل واحد. موضوع مأساوي جدا يا جدع. الجاب خلينا نختار بسرعه مين اللي انا عايز. إله جامده جدا. مش يعني ايه مفيش بقى ريست ان انت تحضر ولا اي حاجه من دي، لا يعني هتلاقي الجيم بدا على طول. بدا الراوند يا معلم دقيقتين بس. لا اله الا الله. ايه اللي بقى؟ لا اله الا الله. اجري يا لا اله الا الله. اجري يلا. عمل سبارت. نعم. ايه ده؟ فيك قدامي. بيبطأ كده بطريقة مش مفهومة. يعني اول ما بعمل البوست دوت بيجري بسرعه، تحس ان هو بياخد تكه كده ان هو يفتح الرابعه. وبعدين ايه، اول ما بيبطا بقى خالص، عارف ان هو بيعطل صباح الهري يعني. فايه حلوه ان هي بتبطئهم. ليه؟ لان التراب بتاعها سريع ان انت ترميه. اوعى بص المنظر عامل ازاي يا يوبي سوفت. اي لاف يو يا جدعان حقيقي عن جد يعني. اوه مات ولا التراب يا. على فكره الاتاكر معلم سرعه جدا. ايه القلش ده؟ المشكله وانت بتستخدم الديفايس ده او الجهاز ده انت ممكن تلبس في تراب. ايه يا عنب؟ واحد فوق. طب انا معيش جادجت ثانيه غير الحاجات دي بس. ايه القلش ده؟ بس ممكن اعمل بن تقريبا اهو. انا عملت لهم بن، ممكن اعمل بن which is nice. اها قتلناه يا زميلي قتلوه. فين؟ بس انا اهو اهو. ده جري. ده ازاي؟ ده لذينه جري مش عارف اشوفه.
5 seconds remain. هو نط؟ اتلو يا معلم ده العيال بتجري بسرعه قوي. انت بتختفي خالص يعني حتى ما تبقاش باين منك اي حاجه. صباح الهاري. الموضوع صعب بس هما الاتاكر اسرع يعني الاتاكر اسرع بقى اسرع في الجري العادي. عايزين المره الجايه نجرب ليجن. ايه المناظر دي يا جدعان؟ يا اله الا الله انا هنخسر على فكره. والنبي 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 يا معلم العيال لا اله الا الله. البتاع مسخره. تفتكر هنكسب الراوند ده؟ ما اعتقدش. Alone in the dark. If you're lucky. ريب. بتعمل ايه يا وحش؟ يا تراباتك. حلاوتك في الترابات. There was no place to hide from fear or death. ازاي؟ الواد اخذ مطرقه في وشه. ايه ده؟ ده احنا ده؟ ولا الواد ياه. اوكي هو رايح لوحده. بس ايه يا معلم ايه؟ انت اول ما بتاخد البوست دوت اللي انت اول ما بتعمل البوست دوت وبتجري تمام انت بتبطئ شويه وبعد كده تجري وبعد كده اول ما بيخلص بتروح مبطئ خالص بقى عارف انت تحس ان انت بتعطل عارف. وبعدين ايه الاتاكر دول صراع اغبياء تقريبا كمان ممكن يكون جاكل عشان بيشوف خطوات رجليهم فعشان كده خلينا نشوف ده جاكل هيكون جامد برضك في خطوات الرجلين تقريبا اللي هو اسمه ايه؟ اسمه لاركر تقريبا. هم كلهم تحس ان هم خاصمين بعض البوس كل واحد باصص في حته ثانيه خالص عن الثاني. ايه هو ايه؟ هو ايه؟ انت بتقول ايه؟ انا بقول ايه؟ اوه مش ممكن بقى على المطرقه جميله جدا. عنيفين قوي الاتاك. بص اغبياء خالص بقى يعني عارف انت في جو من الغباوه ده عارف انت. بص يا عبد الرحيم يا جناوي يا احمد يا معلم ده جاكل طالع غبي. جاكل بيشوف خطوات الرجلين. لا اله الا الله لا اله الا الله. ولا نوب انا وقعت. انا هريح انا ريحت which is not nice. بص هما بيجروا جنبه بس هو لازم يشوف الديفايس. ايه ده مسرخي ليه الاخبار؟ خطوات الرجلين بتختفي. اسكان يوز مش باين؟ الجيمي ده انا شكله مريح جدا وانا اولهم. 15 سكند يا ابو عمو. الموضوع صعب. بكره ولا اديها يا بيجري ورا. لا اله الا الله شكرا باي. بص ايه ده ايه ده؟ هتلاقيها سحبت على الرابع. بص شكرا باي. بص يا معلم بقى ايه غبيه في كده اللي هو ايه بتروح عطلك ترابات يا معلم تعطلك في جو من الغباوه اللي مش مفهومه. ازيك يا ابو اسماعيل عامل ايه؟ خلينا يا معلم ما احنا اللي هنستخبى ناخد ليجن المره دي. هي ليجن مالها الاخت ايه ده عامله كده؟ مالها في ايه؟ هي اخو ايه ده في ايه؟ ايه ده في ايه؟ ده ميت اصلا اوريدي. بص اسماعيل دي حاطط التراب بتاعها هنا فهي فده كده ممكن يريح بدري. بص هيلبس أحمد. ولا يا معلم ده العيال سريعة قوي. أنا كنت عايز أرمي عليه تراب عشان أموته. اجري يا بص بيسحب على الرابع. بص نازل اللي هو عارف أنت الجو ده اللي هو في حاجة مش مظبوطة اللي هو إيه الأول التاني التالت وراح فاتح. هيفلش نفسه هيفلش اللي حواليه. اوه ايه ده ما تفلشتش. اجري يلا اجري يلا فاضل 42 ثانيه اجري اهو. انت الامل يا إلا. العيال بتجري اغبياء. العيال اتاكر اغبياء. العيال مركبين موتور دفع رباعي باي حاجه زي كده وفاتحين يا معلم ده شغال ايه مفيش حتى بيهدوا. لا ده طالعين على طول. انتوا ده اللي انتوا فالحين فيه فين يا ابو عمو بتعمل ايه؟ جاي لك ولا في واحد بيموت. الحق صاحبك يا عطلنا واحد. فين الناس ومفيش ليه خطوات رجلين. على فكره انا جاكل يا جماعه المفروض ان انا بشوف خطوات رجلين. فاضل واحد ريب يا ابو سمعه. فين اهو بتعمل ايه؟ بص كان نايم. لا اله الا الله سابوا لي كبكار يا عم. في الاتاكر انت ممكن تاخد اي شخصيه مفيش اي مشكله لكن هنا مفيش الا شخصيه واحده بس اللي تقدر تختارها. يعني ما اقدرش مثلا ينزل بكبكان مثلا كذا واحد او مثلا بقيله كذا واحد فانا ما خدتش الا كبكان. رب يا عم ويجارد بويز. كده لو واحد عدى من الترابات دي يريح. اها لا
نهار ابيض. انا معمول لي سبوت 4 مرات. ايه افتح الرابع بقى. هلبس في تراب. لا بجري يلا. يا رهوي باي. لا والنبي 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 والنبي. انا موت انا موت انا موت. بيجري ورايا بيجري ورايا بيجري ورايا بيجري ورايا بيجري ورايا. لا طب كويس كويس انا اتعدوت انا ضيعت لهم وقت شويه. بص بص المنظر عامل ازاي. بيجري ورايا. كويس انا كان في ثلاثة بيهم اللي بيجروا ورايا فضيعت لهم يعتبر وقت which is nice. لا لا اله الا الله. 15 سكند 15 سكند 15 ثانية 15 ثانية. فروست انت الامل يا فروست. كويس ده هما الثلاثة انشغلوا بيا انا فده حلو ان انا ضيعت لهم وقت شوية. كبكان كبكان بطة بلدي عارف انت اللي هو ايه عشان يحط الترابات بتاعته في حتة لازم مين ييرز ليتر واللي هو ايه بقى اي حد ممكن يجي يروح ضربه على قفاه وخلاص وانتهى الموضوع. اوكي سموك خدت سموك خدت سموك يا عم. يا جماعة سوري لبشاعة الصور من بشوائق الصور شكلها غريب. انا تقريبا هعمل لكم زوم على كبكان بس هو الوحيد اللي فيهم تحس ان هو كيوت لكن الباقي تحس ان هما عايزين يروحوا عند دكتور السنان ما عدا ايلا. ايلا تحس انها دايخة شوية عارف. ده انا معايا اربعة سموك. هجيلك انا هجيلك هجيلك اصبر بس عليا. نايس هيموت. موتني انا. يا لهوي اجري يلا. بيجري ورايا بيجري ورايا بيجري ورايا بيجري ورايا. باي 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 باي. 60 seconds left. بيكابو بيكابو. ايه يا عم بيجري يلا بيجري بسرعه يلا. انا السموك ده خلص. The midnight hour is close at hand. انا ضيعت لهم وقت. طيب انا ضيعت لهم وقت كويس كمان كان في ثلاثة بيجروا ورايا ف which is nice يعني. زميلي زميلي بيكسب. احنا عملنا كومباك. بص الاوترو جامد جدا عملنا مريحين كده ليه. طب ايه طيب انا مش هصحى طيب من الغفوه اللي انا فيها دي. لطيفه ايه يعني عارف انت. بس المود جامد يا جدعان المود جامد جدا. افتح يا بابي. اه ايه ده كسبنا؟ احنا كنا عنيفين قوي يا جدعان في الدخله اللي فاتت دي. بيعمل ايه؟ فروست يعني بص اخدت قلم عارف انت الاستغماية في ثوبها الجديد. هات فروست تاني انا عجباني فروست على فكره ما لحقناش حتى ان احنا نستغلها استغلال عظيم. وسموك على فكره سموك حلو بس سموك اللي انت ايه تقسم السموك بتاعك يا ابو عمو. اول ما يفتح الباب يروح لابس في التراب على طول. ايه يا وقت؟ اجيلك اجيلك اجيلك. خلينا قاعدين هنا. بيجروا ورايا لابس في البتاع. 60 seconds left. ما اعتقدش ان هم هيدوروا عند البوابة. Five seconds remaining.
انا فكرت خلاص احنا بنكسب. لا 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 مش ممكن يا جماعه. انا البوتوزو ليج مستني البوتوزو ليج. بوتوزو ليج يتقدم. ايوه امي امي رايز ان شاين رايز ان شاين. يا خلاص عادي 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 انا اسف. عبدا ما قولولي لو انتوا حابين نلعب المود ده تاني لان الدنيا ظريفه يعني اللي هو فاضل اصلا 12 يوم ان احنا ممكن نلعبه تاني يعني. فعامه يعني يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو حابين تشوفوا فيديوهات تانيه من الاستغماية او من ريمبو اتاكدوا ان تعملوا لايك وسبسكرايب واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. استنى محمد مصطفى بعت لنا قصه تقريبا. هل تتزوجيني؟ لا اظن ان الزواج هو الخطوه المناسبه لعلاقتنا لكني سابقى مساعدتك الوفيه الى الابد. اشكرك على ما قدمته لي من احراج. لا شكر على واجب. ما الذي يفعله؟ ايه ده اصلا بيعمل سيرش على جوجل؟ ايه ده في ايه؟